اشكرك لانك انت موجود، اشكرك لانك انت موجود وحل في وسطينا النهارده. انت اللي واعد ان انت تقودنا بالتضرعات، بالبكاء، بالاصوام، بالصلوات. اشكرك، نشكرك، نشكرك لانك انت اللي عايزنا نرجع اليك يا رب من كل القلب. قدنا انت يا رب النهارده، قود صلواتنا النهارده، وادي لروحك يا رب النهارده يبكت بتوبه حقيقيه وصادقه امام جلالك في اسم يسوع. امين. في قوانين روحية. في قوانين روحية ربنا بيحترمها جدا. زي ما في الأرض قوانين أرضية، لو أنت كسرت مثلا الإشارة اللي هي الإلكترونية والكاميرا لقطتك هتدفع مخالفة. صح؟ سواء أنت عارف، أنت مش عارف، أنت كسرت القانون يبقى أنت إيه؟ هتدفع المخالفة، هتروح المرور هتلاقي المخالفة نازلة لك فين؟ في الملف بتاعك. قانون. عدم معرفتي أو جهلي بالقانون لا يعفيني من تطبيق العقوبة المستحقة عليا. صح؟ قوانين. زي ما في الأرض قوانين، العالم الروحي أيضا في قوانين. زي ما في الأرض في قوانين، العالم الروحي أيضا في قوانين. ربنا عنده قوانين، وربنا لأن هو اللي وضع القانون هو بيحترم القانون جدا جدا. ربنا قايل على قانون في منتهى الخطورة، ما فيهوش فصال. فعدم معرفتي بالقانون لا يعفيني من تطبيق العقوبة اللي احنا عايشينها كلنا مع بعض دلوقتي. في أخبار الأيام أصحاح 7 عدد 14 ربنا بيقول القانون: فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي. خلوا بالكم كل مقطع في الآية ليه معنى وليه مغزى، لأن كلام الرب بالحذافير يجب أن يحترم ويجب أن يتبع زي الكتالوج بتاع أي حاجة أنت بتتحرك فيها بتشتريها ليها كتالوج. لو أنت ما اشتغلتش فيها مظبوط، ما شغلتهاش صح، هتبوظ منك. فحياتنا الروحية ليها الكتالوج اللي هو الكتاب، وربنا بيقول لنا القانون اللي احنا نمشي عليه علشان نشوف. إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء، أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. قوانين. اللي يحترم القانون يشوف النتيجة بتاعت احترامه للقانون، واللي ما يحترمش القانون هيشوف نتيجة عدم احترامه للقانون. وأنا متهيألي ربنا دعينا النهاردة إن إحنا نتحرك على كذا ليفل، على كذا دايرة. دايرة حياتنا الشخصية، لو سمحت لا تكن بارا في عيني نفسك، لا تكوني بارا في عيني نفسك، الكتاب بيقول كده. هو الرب عايز يقودنا في حاجات شخصية، نتوب عن خطايا محددة على مستوى الكنيسة. احنا محتاجين نتوب ونعتذر ونقدم توبة عن اللي حاصل في الكنيسة،
ككنيسة إنجيلية بيننا وبين بعضينا كخدام وكأسس على مستوى البلد كلها، محتاجين نقدم توبة عن كل غيرة، عن كل حسد، عن كل حاجات كتير محتاجين نقدم توبة. على مستوى الطوائف بيننا وبين بعضينا في أرض مصر محتاجين نقدم توبة على كل كلام جارح قلناه على بعض كطوائف. لأنه لما نتحد ونبقى واحد الرب هيعمل عجب، لأن الكنيسة بتاعته ما ينفعش تبقى متقطعة، ما ينفعش تبقى ممزقة. محتاجين نقدم توبة عن كده كمان، محتاجين نقدم توبة نيابة عن البلد. عايزين نقول له يا رب احنا بنتوب نيابة عن البلد بتاعتنا، نحمية دانيال كانوا ناس عظماء جدا ورجال الله. دانيال بيتقال عنه انه قرر في نفسه ووضع في قلبه انه الا يتنجس بأطيب الملك، صح؟ فعايز من جوه يبقى بار جدا. دانيال لما ترمى في جب الاسود، دانيال كان شخص بار في عيني الرب، ورغم انه ترمى في جب الاسود وربنا انقذه، من بعديها ابتدى بكذا اصحاح ابتدى يقدم توبه نيابه عن الشعب. اخطانا واثمنا وعملنا ايه دانيال ده انت ما عملتش حاجه من الحاجات دي؟ بس انا قررت ان انا اخرج بره نفسي من اجل شعبي. في يوم من الايام رحنا مجموعه نصلي في بلد من البلاد، واحنا رايحين نصلي للبلد ديت كنا حاسين واحنا رايحين ان الدنيا صعبه قوي والدنيا تقيله قوي قوي قوي. فابتدينا نصلي نتوب عن لو في حاجه في حياتنا ولو في حاجه يا رب، يعني احنا بنتوب علشان عايزين النهارده بالذات رايحين مخصوص المكان دوت نصلي من اجل انك انت تفتح على البلد ديت وتبارك البلد ديت واسمك يعلو في البلد ديت. ورغم كده هوت الدنيا فتحت، بس كان في مقاومه تقيله جدا. اول لما رحنا المكان ابتدينا نصلي ونتوب نيابة عن البلد، حرية روحية غير عادية غير عادية. في شهود موجودين في وسطينا هنا هوت. حرية غير عادية، لأن التوبة بتنزع فتيل الخطية. عايزين النهاردة نقول له رب الأول دايرة عايزين نشتغل عليها، يا رب أنا بتوب على المستوى الشخصي بتاعي، يا رب أنا بتوب عن كل خطية، يا رب أنا بتوب عن كل إعجاج جوه قلبي، أنا بتوب عن كل نجاسة وعن كل أفكار نجاسة وشهوة ردية، أنا بتوب عن كل علاقات في الظلمة، أنا بتوب عن كل سرقة سرقتها، يا رب أنا بتوب عن كل علاقات غلط، يا رب أنا بتوب على كل عدم غفران في حياتي. كل الناس عايزة البركة، كل الناس عايزة ربنا يباركها، وا 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 وا. منين نشوف بركة وأنا في حياتي عدم غفران؟ منين أشوف بركة وأنا في حياتي في عدم إيمان؟ أنا مش مصدق أن ربنا يغيرني. منين أشوف بركة وأشوف ربنا وأنا جوايا كبرياء؟ الله يسكن في المكان العالي المرتفع ومع المتواضعين والمنكسرين والمنسحق النفس، صح؟ مش الكتاب بيقول كده؟ أول شرط إذا تواضع شعبي. النهاردة أدعوكم دعوة رسمية
أو بالأحرى ربنا بيدعوك وبيدعوك دعوة رسمية. تواضع تواضع تواضع، اكسر كل ذات جواك. كنا زمان بنقول لما نيجي نصلي للتوبة، التوبة دي كانت حاجة صعبة قوي، كان زمان كده هوت، بس لو ما تبناش هنجد ما لا يسرنا في الوقت اللي جاي أكتر بكثير جدا مما ترى أعيننا. فالتوبة مش اختيار، يعني أنا بختار إن أنا أتوب، بختار إن أنا أطيع ولا لأ، لا، هو الرب بيقول كده هوت، فأنا هسمع الكلام اللي هو بيقوله لي. نفسي نصلي صلوات كل واحد بينه وبين نفسه قدام ربنا. افحص قلبك وافحصي قلبك، انظر يا رب إذا كان فيا طريق باطل. اوعى تكون زي عخان ابن كرمي اللي ربنا قال عليه في وسطك حرام يا إسرائيل. اوعى تكون انت او انتي مكدر لشعب الرب، اوعى تكون انت مكدر لشعب الله. قل له يا رب افحص قلبي، انا مستعد اتوب عن اللي انت عايزه، سامحني سامحني. سامحني لاني مشيت في طرق مظلمه، سامحني على كل مسالك غير مرضيه امامك، سامحني على كل حسد، على كل غيره جوه قلبي. بغير من الخادم الفلاني، بغير من القائد الفلاني. يا رب سامحني، انا بتوب وبعتذر لك. أنا النهاردة مش عايز غير مجدك في حياتي. أدعوك، أدعوك تحررني النهاردة، أدعوك تفكني. سامحني على كل علاقات غريبة أنا مربوط بيها، سامحني على شهوات في قلبي محدش يقدر يقفشني فيها، بس أنا قفشني، أنا قافش نفسي فيها. قدسني، حاجات بيبعيني منها، شهوة العيون، حب للفلوس وللمال. هات الكماشة زي دكتور السنان كده واخلع الجدر دوت. اخلع الدروس المسوسة في حياتي. عاملة لي التهابات وعاملة خراريج وعاملة مشاكل. لا تشفق يا رب على خطية في حياتي. أنا بدي لك الحق النهاردة. سامحني، سامحني لاني اخطات اليك وعوقت المستقيم. صلي
صلي وابكي على حالك وابكي على حالك. يا رب افضحني، يا رب اكشفني. مش مهم اتكشف، المهم اتعالج من الداء. مش مهم اتفضح، المهم ان المرض يطلع، المهم ان السرطان اللي جوايا يشفى. اشفيني من مرض الخطية المتغلغل في اعماقي، اشفيني من انسان الخطية المسيطر عليا. قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي. لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس لا تنزعه مني. قدسني يا رب النهارده بدمك. يا رب النهارده اجي عند الصليب، اجي عند الصليب واجد غفران لخطاياي. يا رب النهارده اجي عند الصليب واجد شفاء من الخطية. ارحمني النهاردة يا رب. أقول مع العشار: اللهم ارحمني أنا الخاطي. أقرأ على صدري وأقول لك: اللهم ارحمني أنا الخاطي. نفسي لو أنت جواك صلاة توبة تقوم وتعمل كده هوت زي العشار. خبط إيدك، اقرأ على صدرك: اللهم ارحمني أنا الخاطي. اشفيني من الخطية، اشفيني من الخطية. خلونا نصلي كل اتنين مع بعض، خلونا نصلي كل اتنين مع بعض. افضح، افضح قدام اخوك او قدام اختك. لو عايز تغير مكانك غير. قلبا نقيا اخرج فيا الله. لو التوبة تقيلة على قلبك اعملها برضو، علشان هتفرح قوي من بعديها. Some shiver.
توبة مش هعمل كده تاني. توبة يا رب توبة. توبة مش هعمل كده تاني. توبة يا رب توبة. لن أرجع إلى الطرق الردية. يا رب هرد كل مسلوب. هقطع علاقتي يا رب مع الخطية. هقطع علاقتي مع الشهوة. هقطع علاقتي مع الجشع والطمع والشهوة والزنا. هقطع علاقتي مع الغيرة والحسد. شفيني في اسم يسوع. امين. تفضلوا استريحوا. عايزين نصلي للكنيسه. عايزين نصلي للكنيسه الانجليه. عايزين نصلي للكنيسه الارثوذكسيه. عايزين نصلي للكنيسه الكاثوليك. عايزين نقول يا رب احنا غلطنا في حق بعض. احنا اتكلمنا كلام جارح لبعض. احنا اعتدينا كل واحد برأيه فعملنا انقسام ومزقنا جسد يسوع المسيح. احنا جزء من التقسيم دوت. احنا جزء من الفركشة اللي حصلت ديت. احنا جزء من الخطية اللي حصلت ديت. انت صليت ان يكون واحد بس احنا فرقناها، لان انا شايف ان انا رأيي اهم من غيري. يا رب سامحنا على كل كلام سلبي قلناه على القديسة العذراء مريم. يا رب سامحنا على كل قنوات مسدوده قفلناها بايدينا بين الكنيسه الانجليه والكنيسه الارثوذكسيه وبيننا وبين الكاثوليك. يا رب سامحنا. يا رب سامحنا. انت وجودك في وسطينا اغلى اغلى. قلنا ان العذراء ما تظهرش والكلام كتير اتقال، كلام سلبي وكلام جارح للكنيسه الارثوذكسيه والكنيسه الكاثوليك. يا رب سامحنا. يا رب سامحنا ان احنا بنقيم ونقول هم بيقولوا واحنا بنقول، هم بيقولوا الاعمال واحنا نقول الايمان، وهي ولا الايمان ولا الاعمال، هي الاثنين مع بعض. يا رب سامحنا لان احنا اصدرنا احكام واحنا فاكرين ان احنا بنفهم بينما كلمتك هي الحق. نقول يا رب سامحنا. احنا عايزين القنوات ديت زي ما يكون قنوات في الارض، والقنوات ديت بدل ما يجي فيها الميه والميه تبقى بتجري، ميه الروح القدس بتجري بين القنوات وبعضيها، احنا عملنا سدود وحجبنا وحجزنا طيار الروح القدس انه يجري في وسطينا. احنا بنينا سدود بيننا وبين بعضينا. يا رب احنا جايين عند كل سد وعند كل قفله النهارده بنقول لك ايه؟ سلكها عشان نشفى،
عشان نشفى. اشفينا من الانقسام، اشفينا من التحزب، اكسر كبرياءنا. انت قلت كده هو اذا تواضع شعبي، واحنا جايين النهارده بنتضع قدامك. اذا تواضع شعبي، يا رب احنا بنختار ان احنا نتضع، ان احنا نختار ان احنا نتنازل عن راينا. ولو في عندي راي متمسك بيه زي ما قال قداس البابا تودروس، اول حاجه قالها لما كان في المجمع بتاع الكنائس كلها مع بعض، اول لقاء قال اهم حاجه وحده الحب. وحده الحب، ينفع ان احنا ممكن نكون مختلفين بيننا وبين بعضينا في الاراء، لكن لازم يكون في وحده حب. فما ينفعش يبقى فيه ادانه، ما ينفعش يبقى فيه شكايه، ما ينفعش يبقى فيه كلام على بعض، ما ينفعش. دي جريمة، دي جريمة في حق ربنا وفي حق الكنيسة في مصر وفي حقنا. يا رب سامحنا لأن احنا عملنا كده. إذا تواضع شعبي، قانون واضح، القانون صريح، القانون very clear. وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الرضية. يا رب احنا بنصلي لك، يا رب احنا بنصرخ قدامك، يا رب احنا عايزين وجهك، عايزين وجهك في الكنيسة الكاثوليك، عايزين وجهك في الكنيسة الأرثوذكس، عايزين وجهك في الكنيسة بتاعتنا. احنا عايزينك بكل قلبنا. لان الوقت قد جاء، لانه ما فيش وقت تاني نهزر فيه. خلاص لو ما عملناش كده هوت سنرى ما لا يحمد عقباه. عشان كده يا رب النهارده ككنيسه انجيليه بنقدم توبه. كم واحد أرثوذكسي موجود في وسطينا النهاردة؟ نفسي تقوموا تقفوا. نفسي أغلبنا أرثوذكس. نفسي نقدم توبة. نفسي كل اللي قاعدين يتحركوا مع الواقفين ونقدم توبة. يا رب احنا بنتوب بالنيابة عن الكنيسة الإنجيلية. يا رب بنتوب نيابة عن الكنيسة الإنجيلية، عن كل إدانة، عن كل أحكام، عن كل قنوات سدناها، عن كل كبرياء، عن كل علو. يا رب النهاردة بنتواضع وبنطلب وجهك. يا رب النهاردة بنتواضع وبنطلب وجهك. النهاردة بنصلي لك وبنقول لك يا رب ارحمنا، ارحمنا من اللي احنا عملناه في بعض. أمين أمين. هتولع بعد كده، هتولع. أوعدكم أوعدكم إن ربنا هيجي بطريقة عجيبة لما يشوف الوحدة. أمين؟ خلينا نتحرك نقوم من أماكننا كده هوت، كل مجموعة يبقى فيها. طيب أستأذنكم بس، كم واحد كاثوليكي موجود يرفع إيده؟ يا ريت لو نتقسم مجموعات يبقى فيها كاثوليك أرثوذكس وإنجليين، على قدر الإمكان نعمل كده هوت ونقدم توبة بالنيابة عن الكنيسة الإنجيلية. عايزين نسلق القنوات المسدودة اللي إبليس شمتان وفرحان بيها.
يا رب سامحنا على كل تجريح جرحنا بيه ككنيسة إنجيلية في الكنيسة الأرثوذكسية. يا رب سامحنا على كل إدانة وعلى كل أحكام، على كل شكاية. يا رب سامحنا على كل كلام سلبي. ككنيسة إنجيلية في أرض مصر قالت كلام سلبي على العذراء مريم أم النور. يا رب النهاردة كل قنوات مسدودة في اسم يسوع المسيح تتفتح في العالم الروحي، تتفتح. عدوك يا رب ما يشمتش فينا، عدوك يا رب لا يجد مكان في العلاقات بيننا وبين بعضينا. يا رب نتوب عن كل إساءة وكل تجريح يا رب للكنيسة الكاثوليك، كل كلام سلبي قلناه. يا رب ارحمنا، ارحمنا على طقوس وتقاليد شفناها عندهم وانتقدناها. يا رب سامحنا على كل انتقاد مين احنا المصدرة وغير الموجود عشان نحكم على غيرنا، واحنا التراب، من التراب والى من التراب والى التراب نعود. كمل صلاة، كمل صلاة، كمل صلوات توبة، لأن صلوات التوبة بتفتح القنوات الروحية. العدو قد تم خرابه إلى الأبد. خلونا نكمل صلاة وبعد كده هطلب من القسيس سامح حنا يصلينا من أجل الطلبة ديت. نفسي قبل ما القسيس سامح حنا يصلي الصلاة دي نقوم مع بعض ونمسك في ايدين بعض، علامة وحدتنا، علامة وحدتنا كطوائف مختلفة. يا رب احنا بنقدم توبة ليك وبنتحد مع بعض وبنرفض كل ما هو من عدوك. يا رب احنا جايين بتوبة حقيقية قدامك يا رب، تواضع شديد جدا، نقول لك يا رب سامحنا، سامحنا على كل مرة تكلمنا فيها على بعض، على كل مرة يا رب جبنا كده مشرط وقطعنا جسدك يا رب.
كل مرة اتكلمنا كلمات سلبية يا رب، كل مرة اتريقنا، كل مرة قلنا كلام يا رب لا يمجدك على بعض. النهاردة بصلي يا رب فعلا ان وحدة الوحدة الحقيقية تتم بينا بالروح القدس يا رب. احنا سقينا روحا واحدا يا رب. النهاردة الكنيسة تتحد في مصر يا رب، جاية بدموع، جاية بتوبة، جاية بانكسار، تقولك سامحنا يا رب، سامحنا، عوجنا المستقيم يا رب، اتكلمنا على بعض يا رب، زقينا بعض يا رب، ابعدنا عن بعض، ما اديناش ايدينا لايدين بعض، كسرنا قلبك سنين طويلة. لكن النهاردة جايين نفرح قلبك مرة تانية يا رب، جايين نقف نمسك ايدين بعض ونقولك يا رب احنا واحد، احنا واحد، بصرف النظر عن معتقداتنا وعقائدنا يا رب، لكن احنا واحد فيك يا رب. اسكب على الكنيسة روح جديد يا رب، اسكب على الكنيسة روح جديد، البس الكنيسة يا رب توب جديد اسمه توب الوحدة يا رب، توب الوحدة. كل آلة صورت ضد الكنيسة لا تنجح يا رب، كل عمل من إبليس عشان يفرق الكنيسة يا رب ويبعدها عن بعض ويخليها كده طوائف منفصلة يا رب لا ينجح، لا ينجح. أشكرك، أشكرك من أجل القادة الروحيين اللي بتقيمهم في البلد يا رب، بينادوا بالوحدة. بنشكرك عشان البابا تودروس يا رب، واللي في قلبه والحكمة السماوية اللي اديتها له الأيام اللي فاتت. كمل معايا يا رب، وكمل مع قادة الكنيسة الكاثوليك والكنيسة الإنجليلية والأسقفية والروم الأرثوذكس يا رب. وحد الكنيسة، وحد الكنيسة عشان يعلم الجميع يا رب إنك حي وإنك موجود وإن ده جسدك يا رب. بارك الكنيسة الأيام دي يا رب، فيض في الكنيسة بالروح القدس بمواهب جديدة رب، بأعمال وبآيات وبعجائب يا رب لم نختبرها من قبل. نشكرك، بنشكرك، بنشكرك لأنك بتتمجد في الوحدة رب. النهاردة جايين نقول لك يا رب كنيستك بتحبك، وجاي تقول لك يا رب هتسمع كلامك وهنمسك في ايدين بعض. ليك كل المجد، ليك كل المجد. أمين. إذا تواضع شعبي، يعني الشعب كله يتواضع، وصلوا وطلبوا وجهي. نفسي نتحد بخدام الكنيسة الإنجيلية في كل أنحاء مصر بكل الأسس. يا رب سامحنا، يا رب سامحنا على كل غيرة وكل حسد. أنا جايب الخادم دوت الكبير أو المرنم المشهور عندي في كنيستي في المحافظة بتاعتي في القرية بتاعتي. يا رب سامحني، يا رب سامحني. لو أنت بتسمعنا أخويا أو أبويا القسيس، أنا المصدرة وغير الموجود، بس بقول لك وكلنا بنقول للبعض ان الوحده والتوبه اغلى، اغلى من اي قيمه لاي بني ادم. صح؟ اللي متفق معايا يرفع ايده. خلونا نصلي من اجل قيادات الكنيسه الانجيليه ومن اجل كل الخدام والاسس اللي في الكنيسه الانجيليه. يا رب ارحمنا، سامحنا على كل خطية سمحنا بيها جوه الكنيسة، سامحنا على كل زنا سمحنا بيه جوه الكنيسة، سامحنا على كل خطية ارتكبناها في حقك جوه الكنيسة. يا رب بنتوب قدامك، بنتوب قدامك ونرجع ليك من كل القلب. ارحمنا، ارحمنا، سامحنا لان احنا الرعاة اللي ضربنا بكتفنا ودسنا على الرعية. ارحمنا يا رب، سامحني. نفسي كل واحد يتحد كأنك انت الخادم، كأنك انت الراعي، كأنك انت الأسيس. يا رب سامحني، أكنك أنت هو، زي ما دانيال قال إيه، يا رب أثمنا وغلطنا وأذنبنا بالنيابة عن الشعب. يا رب أنا النهاردة بالنيابة عن الرعاة بتحد بيهم وبقول لك أنا جاي أقول لك ارحمنا. خلونا نعمل كده هوت، نصلي اتنينات أو تلاتات. عايز اقول لكم حاجه قبل ما نصلي، عايز اقول لكم حاجه مهمه قوي قبل ما نصلي. اللي بنعمله
خطير جدا. لو تقيل على قلبك اشربه اكنك بتشرب شربة ملح، اعذرني في التعبير، بس اللي بنعمله بيجي من وراء الفرج، بيجي من وراء الحرية، بيجي من وراء عمل الله في أرض مصر، بيجي من وراء ان الرب يفتقد شعبنا. لو تقيل على قلبك اعمله اعمله اعمله، لان احنا في خراب، لان احنا في عار في أرض مصر. قل له يا رب ارفع العار عننا. امين امين. يا رب نيجي ننكسر قدامك يا رب النهارده، بنتواضع قدامك النهارده وبنطلب وجهك من جديد، وبنرجع عن طرقنا الرديئه يا رب وكل ما صنعناه لانفسنا. نعم يا رب بنعترف ان الحاله اللي احنا فيها بسبب اختياراتنا الخاطئه، لكن النهارده بنرجع ونسمع لصوتك ونخضع لروحك القدوس يا رب من جديد. عايزين نخدمك يا رب بقوتك، عايزين نخدمك بمسحتك، عايزين نخدمك بالروح يا رب مش بالجسد. عايزين نعمل عملك، ادينا قلبك من جديد يا رب، اسكب على قلوبنا من جديد، ادينا قلبك من جديد يا رب، فنحبك من جديد، نجدد عهدنا معاك يا رب، فنرعى يا رب خرافك زي ما قلت لبطرس يا سيدنا الرب. قوينا، شددنا في الايام ديت، ادينا نتكلم بكلامك بكل مجاهره بكل جراه، ادينا اننا ما نخافش على مناصبنا، ادينا نتكلم كلمه حق يا رب في الايام اللي جايه، ودينا اننا نعيش ونكون مثل وقدوة يا رب لكل الشعب، اسم المسيح يسوع. امين. تفضلوا استريحوا. دانيال 9. كلمة الرب الى ارميا النبي لكماله 70 سنة على خراب اورشليم. انا ابتديت من عدد 2. فوجهت وجهي إلى الله السيد طالبا بالصلاة والتضرعات بالصوم والمسح والرماد، وصليت إلى الرب إلهي واعترفت وقلت: أيها الرب الإله العظيم المهوب حافظ العهد والرحمة لمحبيه وحافظي وصاياه، أخطأنا وأثمنا وعملنا الشر وتمردنا وحدنا عن وصاياك وعن أحكامك، وما سمعنا من عبيدك الأنبياء الذين باسمك كلموا ملوكنا ورؤساءنا وأباءنا وكل شعب الأرض. لك يا سيد البر، أما لنا فخزي الوجوه. شغال توبة. في عدد 15: والآن أيها السيد إلهنا الذي أخرجت شعبك من أرض مصر بيد قوية وجعلت لنفسك اسما كما هو هذا الاسم، قد أخطأنا عملنا شرا، يا سيد حسب كل رحمتك اصرف سخطك وغضبك عن مدينتك أورشليم جبل قدسك، إذ لخطايانا ولأثام أبائنا صارت أورشليم وشعبك عارا عند جميع الذين حولنا. فاسمع الآن يا إلهنا صلاة عبدك وتضرعاته، وأضئ بوجهك على مقدسك الخرب من أجل السيد. أمل أذنك يا إلهي واسمع، افتح عينيك وأنظر خربنا والمدينة التي دعي اسمك عليها، لأنه لا لأجل برنا نطرح تضرعاتنا أمام وجهك، بل لأجل مراحمك العظيمة. يا سيد اسمع، يا سيد اغفر، يا سيد أصغي وإصنع ولا تؤخر من أجل نفسك يا إلهي، لأن اسمك دعي على مصر وعلى شعب مصر. اصرف غضبك
اصرف غضبك عن شعبنا. ليس من أجل برنا نطرح تضرعاتنا قدامك، مش لأن احنا عندنا حاجة حلوة، لا، ده احنا أثمنا، تمردنا، حدنا عن وصاياك، فعلنا الرادي أمام عينيك. من فضلك ارحمنا، مد إيدك، مد إيدك يا رب. دانيال واحد بيخرج بره نفسه خالص، متحد بشعبه. يا رب تعالى افتقدنا، يا رب تعالى ارحمنا، بلدنا محتاجة لك، مصر محتاجة لك. الرب عايزك النهاردة تخرج برا نفسك. يا رب مصر محتاجة لك، يا رب مصر محتاجة لك. يا رب احنا مش بس عوجنا المستقيم، احنا فعلنا الشر وأهلنا اسمك في الأرض. يا رب سامحنا على كل عبادة لغيرك في وسط أرضنا. يا رب سامحنا، سامحنا على كل احتقار لإسمك في أرضنا. يا رب سامحنا، سامحنا إن احنا عوجنا القضاء وهدينا العدالة والقضاء والقضاء، والظلم بقى سائد في وسطينا. يا رب ارحمنا، ارحمنا، ودينا الفرصة لعدوك انه يقتل ابناء شعبنا، ودينا الحق لعدوك انه يدمر في شعبنا. ارحمنا، تغاضى عن خطايانا، وانظر، وانظر يا رب الى مصر اللي انت قلت عليها مبارك شعبي مصر، شعبك اللي دعي اسمك عليهم. انت قلت كده، هوت دانيال بيتكلم من القوانين اللي ربنا حطها. انت قلت ان احنا شعبك، انت اللي اخرجتنا من ارض مصر ومن العبودية وعملت معانا. يا رب ما تخليناش عار عند الشعوب اللي حوالينا. ربنا بياخد من كلام الرب وتعاملات الرب اللي عملها مع الشعب. عايزين نقول له كده، عايزين نتعلم الصلاة ديت، عايزين نتعلم نقول له يا رب انت اسمك دعي على شعبنا وعلى بلدنا وعلى امتنا، انت اسمك دعي على الكنيسة. يا رب تعالى افتقدنا. نفسي كلنا نقوم نقف ونقرب من بعض، نقرب كلنا من بعض، الصفوف كلها تضم في النص كده هوت، وارفع ايدك وقول له ارحمنا. يا رب ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا. تعالى يا رب افتقد شعبنا. يا رب سامحنا، سامحنا على كل اسم علناه اعلى من اسمك في ارضنا، سامحنا على كل مهانة لاسمك في ارضنا. يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، سامحنا على كل خراب في الشعب، سامحنا ان ادينا الفرصة لعدوك انه يملك في ارضنا ويموت ويقتل ويذبح ويهلك ويسرق. يا رب سامحنا. علي صوتك، علي صوتك بالتوبة. الصلوات النمنم دي ما تنفعش انها تخلص بلد، لازم تصلي بصوت عالي، لازم تصلي بصوت عالي وتقول له يا رب، يا رب ارحمنا، ارحمنا، احنا في عار، احنا في عار، ارحمنا. في سفر يوئيل بيقول يبكي الكهنة والخدام، ابكي على حال شعبك. يا رب النهاردة بنبكي على حال شعبنا، يا رب النهاردة بنتوب عن حال شعبنا. يا رب نقول لك افتقدنا، ارحمنا، 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 عوجنا المستقيم قدامك. احنا تعبناك قوي في ارض مصر يا رب، تعبناك وجرحناك. يا رب سامحنا على كل خطية فعلناها يا رب في حقك. يا رب سامحنا، 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 لان احنا دمرنا ابناء شعبنا. يا رب سامحنا، يا رب سامحنا، ارحمنا، 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 ارحمنا.
يا رب سامحنا على كل استسلام، على كل انهزامية. يا رب سامحنا، سامحنا، احنا عايزينك، احنا عايزينك تيجي بلدنا، تيجي بلدنا تاني، افتقدنا، ارحمنا، ارحمنا، ارحمنا. التوبة تأتي بالخلاص من عند الرب، التوبة تأتي بالخلاص من عند الرب، التوبة تأتي بالخلاص من عند الرب، التوبة تأتي بالخلاص من عند الرب. أهل نينوى بالله ونادوا بصوم ولبسوا مسوحا من كبيرهم إلى صغيرهم. ده بعد لما يونان قال لهم توبوا. وبلغ الأمر ملك نينوى فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه، الرداء الملكي. الملك بيتوب مع الشعب، المنظر مهيب جدا، الشعب بيتوب والملك كمان بيتوب. فقام عن كرسيه وخلع رداءه عنه وتغطى بمسح وجلس على الرماد. ونودي وقيل في نينوى عن أمر الملك وعظمائه، كل الطقم اللي معاه، قائلا لا تذق الناس ولا البهائم ولا البقر ولا الغنم شيئا، لا ترعى ولا تشرب ماء، وليتغطى بمسوح الناس والبهائم ويصرخوا إلى الله، ويصرخوا إلى الله. إذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي. ويصرخوا إلى الله بشدة ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة. أنا نفسي نشوفها على الشاشة، شايفينها؟ ويرجعوا كل واحد عن طريقه، ورجعوا عن طرقهم الرديئة. هي هي نفس الآية بتاعت إذا تواضع شعبي. ويرجعوا كل واحد عن طريقه الرديئة وعن الظلم الذي في أيديهم، لعل الله يعود ويندم ويرجع عن حمو غضبه فلا نهلك. فهموها، لقطوها، فأرواحهم لقطوها، لقطوها في أرواحهم وعرفوا إن هي دي السكة للخلاص، هي دي السكة للنجاة. احمينا يا رب لألا نصير معاندين ضد المشيئة الإلهية. احمينا يا رب لألا يصير في وسطينا خادم أو أسيس أو كاهن معاند لعمل الروح القدس، لأنه يبتدئ القضاء من بيت الله. هنا الملك بنفسه وكل العظماء بتوعه. عدد 10. فلما رأى الله أعمالهم أنهم رجعوا عن طريقهم الرديئة ندم الله على الشر
الذي تكلم أن يصنعوا بهم فلم يصنعوا. قوانين، قوانين روحية ما فيهاش فصال. إذا تواضع شعبي وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية، فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. إحنا عايزين إبراء الأرض مستعجل، إحنا عايزين الأرض تبرأ، إحنا عايزين الاقتصاد يتحسن، إحنا عايزين الظروف المعيشية تتحسن، إحنا عايزين الدنيا تبقى أحلى، إحنا عايزين ننبسط ونهيص، إحنا عايزين كل حاجة حلوة حوالينا. إحنا مش عايزين ندفع الثمن. يا شعب الرب، يا شعب الرب في تكلفة، يا شعب الرب في تكلفة، والتكلفة بسيطة جدا لأنها مع الرب، إن إحنا نتوب. أنا نفسي نقول تاني ارحمنا، أنا نفسي نقول تاني ارحمنا. عايزك تقولها وانت رافع ايديك بالنيابة عن كل شعب الرب، ارحمنا. مؤتمر الصلاة زي مؤتمرات الصلاة اللي احنا كنا بنعملها زمان، بس طالبين الرب يبعت لنا من كل الطوائف من كل الخلفيات. عايزين نقول له يا رب تعالى ادينا وحدة في المؤتمر دوت ما شفناهاش قبل كده، تعالى يا رب ادينا توبة ما اختبرناهاش قبل كده، التوبة الحقيقية معاها فرح عجيب بالروح جوه اعماقنا، يبقى ليها طعم روحي جميل جدا، نبقى فرحانين ان احنا بنخلص من الوساخه اللي جوانا والقذاره اللي جوانا. يا رب تعالى 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 بافتقاد عجيب في المؤتمر دوت. ادينا وحده مع بعض، ادينا توبه مع بعض، ادينا حب مع بعض، ادينا نتالف مع بعض ونطلبك ونصرخ ليك ونقول لك تعالى افتقدنا وافتقد شعبنا وافتقد امتنا يا رب الايام ديت. امين. خلونا نصلي كل ثلاثة مع بعض للطلبة ديت.
خلونا نتحد بالأخت نورة وهي بتصلينا من أجل الطلبة ديت. الأخت نورة بعد الصلاة ديت في عندها إعلان مهم عايزة تقوله لنا برضو. أقول الإعلان عشان كلنا بعد كده نعرف نصلي للي ربنا بيتكلم بيه على المؤتمر دوت. المؤتمر ده في آخر أسبوع في مارس من 28 ل 30 مارس من الخميس للسبت. والحقيقة إنه المؤتمر ده مش بقى إن كده مثلا في مجموعة من الناس أو لجنة الصلاة فكرت وقالت حقتنا نعمل مؤتمر فعملنا مؤتمر، لا. إحنا شاعرين إنها دعوة إلهية، إنه دي دعوة من ربنا لشعبه في التوقيت دوت. دعوة من ربنا لشعبه في التوقيت ده إنه نأتي معا علشان نطلبه، نأتي معا علشان نطلبه. إحنا عارفين إنه التاريخ ده تاريخ إلهي، تاريخ إلهي. وعشان كده عايزة أقول لكم في يعني في لحظات اللي ربنا عمال يحطه على قلبنا وإحنا بنصلي، ربنا عمال يقول لنا أنا عايز شعبي يجي مع بعضه، عايز كل الطوائف أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت تيجي مع بعض. واللي ربنا عمال يقوله بوضوح، أنا مش مستعد أتنازل عن الوحدة، أنا مش هقلب صفحة الوحدة وأكمل، مش مستعد أتنازل عن الوحدة، مش مستعد أتنازل عنها. بوضوح يا جماعة، بوضوح ربنا عمال يقول لو جيتوا مع بعض وجيتوا تطلبوني وجيتوا تصرخوا ليا، هتشوفوا اللي أنا بكلمكم بيه عن الأرض ديت، هتشوفوا الوعود اللي أنا وعدتكم بيها. أنا اللي مستنيكم مش أنتوا اللي مستنيني، أنا صانع أمر رهيب، أنا مفيش كلمة قلتها تسقط، كل وعد وعدت بيه عن الأرض ديت يكون. بس تعالوا معا، تعالوا معا، تعالوا معا. عشان كده مش إحنا اللي بندعوكم، وعايزه اتكلم كل الناس اللي معانا على الشاشات، مش احنا اللي بندعوكم ولا كنيسه قصر دوباره اللي بتدعوكم، لده مش مؤتمر، ده مؤتمر لكل محافظات مصر من اسوان لاسكندريه. لكن في دعوه لكل واحد كاثوليكي، لكل واحد ارثوذكسي، لكل واحد بروتستانتي، للقيادات وللاسس. الايام ديت، الايام دي احنا لسه واحنا بنصلي ثلاثات كان ربنا بيقول نفس الحاجه اللي عمال يقولها لنا، الايام دي تاريخيه، تاريخيه. الايام ديت كانه بعد المؤتمر دوت هنشوف امور، كانه في حاجه قبل المؤتمر وبعد المؤتمر، بعد المؤتمر كانه في حته تانية، حته تانية الكنيسه في ارض مصر هتخشها، حته تانية الكنيسه في ارض مصر هتخشها. الحاجه التانية اللي عايزه اقولها لكم، ان ربنا عمال يتكلم معانا انه وانتوا مع بعض، بصوا من كتر ما الوحده غاليه، من كتر ما ان احنا نيجي مع بعض دي حاجه غاليه جدا على قلب ربنا، لان هو يسوع دفع ثمنها في الصليب، لانه صرخ ليكونوا واحد. وعشان كده شعار المؤتمر ليكونوا واحد ليؤمن العالم انك ارسلتني، ده الشعار بتاع المؤتمر، ليكونوا واحد ليؤمن العالم انك ارسلتني. الايمان اللي ربنا مالي بيه قلبنا انه واحنا مع بعض وشعب ربنا بياتي معا، انه ابواب كتيره من اللي طرقنا عليها لسنين طويله وكنا بنشوفها يا دوبك بتتوارب، الابواب دي تتفتح على مصراعيها في اسم يسوع المسيح. سنرى، سنرى الابواب وهي بتتفتح على مصراعيها، هنشوف ابواب الشفاء بتتفتح على مصراعيها، هنشوف ابواب الايات والعجائب بتتفتح على مصراعيها، هنشوف ابواب البعيدين جدا عن الرب، الناس اللي في حته بعيده قوي، الباب ده بيتفتح على مصراعيه والاف وملايين بيرجعوا للمسيح. عشان كده عايزه اقول لك حاجه غاليه قوي، عايزه اقول لكل واحد ولكل واحده مش بس موجودين هنا سامعيننا، وقول لاصحابك وقول لكنيستك وقول للناس اللي معاك وقول لشعب الكنيسه وللقسيس وللقائد انه الوقت ده ما ينفعش تفوته، ما ينفعش تفوته، لازم تحطه في الأجندة بتاعك، تقول ما عنديش وقت، لازم تخلق الوقت، لازم تيجي.
وعشان كده أنا كنت المرة اللي فاتت يوم الاثنين اللي فات أعلنت. بصوا أنا عايزة أقول الإعلان ده مرة تانية، غير مقبول في وسط جسد المسيح إنه في حد ما يقدرش يجي لأنه ما معوش الفلوس. غير مقبول، غير مقبول. المسيح هو عمال يتكلم إن إحنا نأتي معا وإن إحنا واحد، لازم نعيش اللي الكتاب قاله، كان بينهم كل شيء مشترك. الناس اللي في الصعيد بيقولوا التكلفة عالية علينا قوي، في ناس قالوا دي ماهية شهر بالنسبة لنا. وعشان كده التحدي اللي ربنا حطه قدامنا من الأسبوع اللي فات، ونشكر ربنا على التجاوب اللي حاصل، ومحتاجين تجاوب أكتر، إنه وإنت رايح تاخد استمارة وإنت بتحجز، إنت ممكن ربنا يحط على قلبك أنا هدفع كمان لواحد تاني، أنا هدفع لعشرة تانين، أنا الشهر ده هاخد نص ماهيتي وهعضد بيها ناس تانية. أنا رب هدفع لأخويا في المسيح، أنا هدفع لأختي في المسيح. وفرحتي مش إنه أنا يبقى معايا قد كده في جيبي، فرحتي إنه أخويا يبقى قاعد جنبي، وإنه أختي تبقى قاعدة جنبي في المؤتمر دوت. المؤتمر للناس اللي في القاهرة هيبقى فيه أوتوبيسات كل يوم الصبح ويرجعوا بالليل. الأوتوبيسات في الأماكن المعروفة، عند محطة سرايا القبة، وعند مستشفى القبطي، وعند جامعة القاهرة. لسكان القاهرة الاستمارة هتبقى للثلاث أيام ب110 جنيه، لأن احنا عايزين الناس تيجي الثلاث أيام. يعني أنا عارفة أنه في ناس مش قادرة غير تيجي يوم، لو أنت مش قادر خالص 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 تعالى اليوم دوت، بس أنك تيجي الثلاث أيام، لأنه الثلاث أيام فيها نقلات ورا نقلات، فيها أمور ربنا بيصنعها وهيصنعها. عشان كده الثلاث أيام ب110 جنيه، الاستمارات موجودة عند الخروج. في ناس بتقول احنا صعب علينا عشان ظروف التحرير، مش عارفين نيجي من الاماكن البعيده، من شبرا ومصر الجديده وستة اكتوبر. في الاماكن ديت انتوا ممكن واحد يجي مندوب عنكم وياخد دفتر استمارات، في دفاتر الاستمارات، فممكن حد من مصر الجديده يجي ياخد الدفتر ويملى الاستمارات ديت ويجيبها، او من ستة اكتوبر او من شبرا. فما تخليش في عائق انه انت مش قادر تيجي لغايه التحرير، لانه الامر دوت سهل انه يتحل. والناس اللي في الصعيد في كل بلد في مندوب علشان تقدروا تملوا معاه الاستمارات بتاعتكم، وفي ترتيبات للناس بتوع الصعيد انهم هيبيتوا في كل بيوت المؤتمرات اللي حوالين وادي النطرون. هو المؤتمر ده في بيت الوادي. عشان كده انا عايزه كلنا نقف مع بعض، كلنا في نفس واحد، كلنا في نفس واحد، هنقول له يا رب اللي في قلبك، يا رب اللي في قلبك يحصل. وانت بتنادي معانا، بتنادي علينا ان احنا ناتي معا يا رب، والشعار اللي انت حطيته على قلبنا ليكونوا واحد يا رب، انه الامر ده يا رب يحصل، ونشوف الحواجز وهي بتتكسر، ونشوفك يا رب وانت بتسمعنا وبتفتح الابواب اللي انت يا رب خليتنا نطرق عليها لسنين طويله. خلونا كلنا باعلى صوتك، باعلى صوتك اطلب كده من الرب، اطلب كده بايمان، وصلي كده بايمان، ارفع ايدك، ارفع ايدك، ارفع ايدك، وبصوت عالي، بصوت عالي اطلب كده من الرب. نشكرك يا رب، احنا بنباركك من كل قلبنا، بنباركك عشان احنا عارفين انه ده ميعاد الهي. احنا متاكدين يا رب انه رب ده ميعاد الهي، دي دعوه الهيه يا رب، انه التاريخ ده من عندك، التاريخ ده من عندك للارض دي، للبلد دي يا رب، انه التاريخ ده من عندك انت، اللي بتدعو شعبك في الارض دي، انت اللي بتدعو كنيستك بكل طوائفها انها تاتي معا. يا رب انت بتشكل تاريخ الامه دي، انت بتشكل تاريخ مصر يا رب، واللي انت هتصنعه في مصر هيصدر للمنطقه كلها. الايام دي ايام يا رب مفتاحيه، ايام جوهريه. عشان كده نادي بنفسك على شعبك، نادي على الشباب، نادي على الكبار، نادي على الصغيرين يا رب، نادي بنفسك على شعبك، نادي على الاسس يا رب وعلى القاده. ناتي معا، ناتي معا في اتضاع قدامك، في توبه حقيقيه، ونشوف الحواجز وهي بتتكسر، ونشوف يا رب اللي انت صنعته من اجلنا على الصليب، اللي انت دفعت ثمن يا رب من وحده يا رب، هو بيحصل يا رب في وسطينا. نشكرك، نشكرك، احنا عارفين انك هتفاجئنا في المؤتمر ده، احنا مصدقين انه مفاجآت ورا مفاجآت يا رب. نشكرك عشان الابواب اللي وعدتنا انها تتفتح على مصراعيها يا رب. نشكرك عشان معجزات بلا حدود يا رب، انت الصانع الايات والعجائب وحدك. مبارك اسمك، مبارك اسمك، انت تملأ كل احتياج بحسب غناك في المجد يا رب. يا رب روح عطاء الكنيسة لم تختبرها من قبل يا رب،
اسكب روح عطاء في الكنيسة يا رب بكل طوائفها من أسوان لإسكندرية يا رب. نعطي بفرح، نعطي بسرور يا رب، فنأتي معا أمامك. نشكرك عشان بتسمع الصلاة، عشان بتستجبها. نشكرك عشان موجود في وسطينا. نشكرك عشان موجود في أرضنا، عشان شرفت أرض مصر يا رب بمجيئك. وبنشكرك عشان تشريفك لينا في المؤتمر دوت. بنشكرك عشان حضور إلهي مميز يا رب، حضور إلهي مميز، حضور إلهي مميز. كأننا هنخبط فيك من كتر حضورك يا رب في المؤتمر ده. كأنه كل اللي هيمد إيده يا رب هيلاقي نفسه يا رب بيلمسك. كأنه يا رب مش بس جوه الخيمة يا رب، يا رب الناس وهي في الأوتوبيسات، الناس وهي يا رب في بيوت المؤتمرات وفي أوضها تختبر يا رب حضورك وقربك وتنازلك يا رب. يا رب أنت عايز تعلن كده بوضوح إنك متاح جدا لينا، متاح جدا لينا يا رب. وكمان عايز أشكرك يا رب في طلبة خاصة كده، وفي شكر خاص في قلبي ليك إنه يا رب اللي قرينا عنه سنين يا رب، اللي قريناه في كتب يا رب هنا وهناك يا رب، بنشكرك، بنشكرك لأنك عمال توعدنا خلاص مش هتكون قرايات يا رب، مش هنقرا، مش هنقرا يا رب، لكن هنشوف يا رب بعينينا وهنختبر يا رب بأنفسنا يا رب. مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك، مبارك اسمك. انت مش بخلان علينا بحاجة، انت مش بخلان علينا بحاجة. انت لنا من مثلنا يا رب، انت لينا، انت لينا، انت لينا، انت مش بخلان علينا بحاجة يا رب. اياتك وعجائبك لينا، معجزاتك لينا، شفاءاتك لينا يا رب، هللويا. وبنشكرك عشان الملائكة اللي هتملى المكان يا رب، وعشان الحماية على الأوتوبيسات وعلى الأرواح والنفوس يا رب، عشان الملائكة يا رب اللي هتكون معانا في التسبيح يا رب، يا رب هللويا، من أجل لقاء السماء مع الأرض، من أجل اتحاد السماء مع الأرض. مبارك اسمك يا رب، ليك كل المجد، أمين. نفسي نصلي لإخواتنا اللي لسه محبوسين في ليبيا. ارفع ايديك النهاردة قول له يا رب مد ايدك بمراحم عليهم يا رب. المحبوسين في اسم يسوع يطلقوا، بدل ما يخرجوا بيتحبسوا تاني. يا رب من فضلك اخرج من الحبس انفسهم يا رب. جايين نقول لك يا رب من فضلك مد ايدك يا رب، اعمل المعجزات يا رب، اعمل المعجزات يا رب. نرفض يا رب، نرفض يا رب كل عمل من عدوك يا رب، كل عمل شيطاني نرفضه ونربطه باسم